السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello buddy, how are you? I'm Mrs. A. Abdul Hakim and this is our TOEFL session for today. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن TOEFL وهنتكلم عن برضو a lot of tests that you wanna take. اختبارات كتيرة المفروض إن أنتوا تبقوا عارفينها أو هنعرفها لكم النهاردة. In the Language and Technology International Institute بالمعهد الدولي للغات والتكنولوجيا. النهارده السيشن بتاعتنا عن التوفل. وقبل ما نتكلم عن التوفل, before talking about TOEFL we have to talk about all the tests that you have to take أو that you wanna take أو التست اللي انتوا المفروض تعرفوا عرفوا على بعض التست الاختبارات المفروض اللي انتوا ناس كتير بتسأل عنها يعني. اوكي هو المفروض السيشن بتاعتنا النهارده اتس اباوت TOEFL بس انا هتكلم عن التستس اللي المفروض انتوا بتسالوا عليها كتير. اوكي طبعا احنا وي هاف ا لوت اوف تستس الاختبارات دي كواليفاي يو تو جو او اوتسايد ذا كانتري تطلع بره البلد او في تستس برضو اختبارات بتأهلك للدراسات العليا اللي لازم تاخدها عشان خاطر تقدر تاخد الماستر او الدكتوراه. فهنتكلم عن الاختبارات دي كلها النهارده ان شاء الله. طبعا انا عايزه اعرفكم بس انواع الاختبارات اللي عندنا. ونعرف برضو الفرق بين التوفل والايلتس. ناس كتير بتخلط بين التوفل والايلتس وناس كتير مش عارفة الفرق بين التوفل والايلتس. احنا عندنا انترناشونال توفل وعندنا لوكال توفل اللي احنا بنقول عليه التوفل المحلي. الانترناشونال دوت التوفل لازم تاخده عشان خاطر حاجة معينة مش عشان خاطر خلاص نقول التوفل ده هو التوب في الانجليش. لا طبعا مش اقول خلاص انا هاخد كورس التوفل عشان خاطر ابقى توب في الانجليش. لا طبعا اللغه مش بتتوقف عند حد معين واستمرارك في اللغه وتطورك للغه بتاعتك الانجليش مش بتتوقف عند التوفل لان التوفل اصلا مش مجرد ان انت يعني اخدت كورسز كتير في الانجليش فخلاص انا هروح اخد التوفل. لا انا اقول لك دلوقتي التوفل بناخده عشان خاطر حاجه معينه. ايه هي؟ التوفل بناخده الانترناشونال عشان لو هتسافر بره, لو عندك لو في جامعه عايز تقدم عليها بره مصر, جامعه اجنبيه هتقدم عليها بره مصر wherever يعني in the US or the UK لازم تاخد التوفل الانترناشونال. وفي طبعا جامعات بتطلب التوفل وجامعات بتطلب الايلتس. فانت لازم تحدد هدفك الاول, الجامعه اللي انت هتقدم عليها ولا المكان اللي انت هتقدم عليه محتاج منك توفل ولا محتاج منك ايلتس. عند النقطه ديت بعد ما تحدد هدفك تعرف انت هتاخد توفل ولا هتاخد ايلتس. والتوفل او الايلتس ده اختبار بيقيس مهارات غير الناطقين باللغه العربيه علشان خاطر يقدروا يتعاملوا في المكان اللي هم رايحين فيه. زي كده الايلتس, الايلتس عندنا اكاديميك وجنرال. لو انا اخده اكاديميك هيبقى عشان خاطر الجامعه, عشان خاطر انا اقدم على مثلا بي اتش دي في جامعه ولا ماستر بس بره مصر فانا هاخد الاكاديميك ايلتس. امال الجنرال ايلتس, الجنرال ايلتس باخده علشان لو في لو انا مثلا لو الهجره, لو في هجره مثلا لاستراليا كندا لازم اخد الجنرال ايلتس. فانت قبل ما تاخد التوفل او الايلتس لازم تحدد هدفك او المكان اللي انت رايح له ده, يا ترى طالب توفل ولا طالب ايلتس. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف ايه انواع التوفل, the types of TOEFL. مش هنقول انا اخد كورس توفل وخلاص, لا لازم نعرف ال types of TOEFL انواع التوفل. اوكي we have three types of TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL IBT. طبعا ده هو احدث اختبار في التوفل. يعني ايه اي بي تي؟ انترنت بيزد تيست. انترنت بيزد تيست يعني اختبار بتختبره على الكمبيوتر. اوكي لازم يبقى في نت وبتختبره في مكان محدد. انت لو كنت تدخل على الموقع بتاع التوفل اي بي تي وتحجز على المكان اللي انت هتمتحن فيه وتشوف اقرب مكان ليك تمتحن فيه الاي بي تي وتروحه. اوكي
وفي كمان مراكز كتير يعني ممكن تختبر فيها التوفل اي بي تي. اوكي طبعا هو عامل زي اختبار الاي سي دي ال كده، يعني انت لما بتبقى بتحجز في مركز معين عشان خاطر تختبر الاي سي دي ال، التوفل اي بي تي عامل زيه بالظبط. اوكي وهو ده التوفل الانترناشونال، الانترناشونال توفل اللي هو الاي بي تي، وده اللي بناخده علشان انا مقدم على جامعه بره مصر as an undergraduate ولا post graduate. اذا كنت هتقدم على جامعه هتدرس فيها undergraduate هتدرس فيها يعني دراسه جامعيه، او post graduate يعني دراسات عليا. اوكي اذا كانت ماستر ولا بي اتش دي، اذا كانت ماستر ماجستير ولا بي اتش دي. وطبعا الدرجه بتاعته من 120. اوكي 120. وفي نوع تاني من التوفل اللي هو التوفل PBT، ده طبعا بديل للاختبار اللي هو التوفل IBT، وده بيطبقوه في الأماكن اللي هي ما فيهاش إنترنت. في أماكن في العالم ما بيبقاش فيها إنترنت، وطبعا الناس بتبقى عايزة تختبر التوفل ده، فبيبقى متوفر بس ما بقاش موجود كتير يعني اليومين دول عشان الإنترنت موجود في البلاد كلها. اوكي وده برضو اختبار بس هو يبقى مش انترنت، هيبقى ورقي، ودرجته النهائية 677 درجة. اوكي وطبعا يعني التوفل مفهوش درجة نجاح معينة، يعني انت جبت مثلا 500 400، جبت 400 500 600، دي مش درجة محددة، يعني كله نجح في التوفل، بس المكان اللي انت رايحه بيبقى طالب درجة معينة عشان خاطر تتقبل فيه. فانت برضو المكان اللي انت هتقدم عليه لازم تبقى سائل وعارف انت الدرجة بتاعته كام، عشان تعرف درجة النجاح بتاعتك. اوكي ثالث نوع من التوفل اللي هو ITP. ITP دوت اللي احنا بنقول عليه ده local توفل، زي ما قلت لكم كده ان التوفل IBT دوت اللي هو الانترناشونال، التوفل ITP ده اللوكال، ده اللي الناس بتحتاجه عشان خاطر تقدم على الماجستير، مش ينفع ياخدوا الماستر من غير ما يبقوا واخدين توفل ITP. او ماستر او بي اتش دي دكتوراه. طبعا درجته النهائيه 677. وده طبعا بيبقى اختبار مزيج بين الاختبار ورقي، الليسننج بتاعه ورقي، والليسننج بتسمعه على الكمبيوتر او هيبقى في سي دي هتسمعه وبتحل في الورقه. طيب اوكي كده احنا عرفنا the fibers of TOEFL. ايه هو بقى الايلتس؟ زي ما قلت لكم ان احنا علشان نروح مكان ان مقدمين على 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 جامعه بره مصر او مكان مثلا هنشتغل فيه، لازم نبقى عارفين هما محتاجين TOEFL ولا ايلتس، او منحه مثلا مقدمين عليها بره مصر لازم نبقى عارفين هما محتاجين مننا TOEFL ولا ايلتس، وكمان لازم تعرفوا الدرجه اللي انتم مطلوبه منكم عشان تقبلوا في الجامعه ديت. اوكي سو TOEFL، الفرق بين TOEFL اند ذا ايلتس، TOEFL versus ايلتس. TOEFL كمبيوتر بيست، يعني بيعتمد على الكمبيوتر، الامتحان بتاع TOEFL بيبقى على الكمبيوتر. الايلتس paper based يعني بيبقى ورقي. اوكي يبقى علشان تحدد يعني في مكان مثلا يبقى محتاج منك TOEFL، بيقول لك TOEFL درجه معينه وايلتس درجه معينه، فانت تشوف الانسب ليك، يا ترى انت حابب تمتحن TOEFL ولا تمتحن الايلتس، واللي قدامك دوت يعني هيحدد لك هدفك دلوقتي. يا ترى انت بتحب تكتب على الكمبيوتر وكمان بتحب يعني كتابتك سريعه على الكمبيوتر ولا بطيء؟ لو بطيء يبقى انت الايلتس يعني افضل ليك، ان انت هتكتب عشان الايلتس ورقي paper based. انما انت لو سريع على الكمبيوتر وتحب ان انت تكتب على الكمبيوتر والامتحان بتاعك يبقى على الكمبيوتر، يبقى هتختار TOEFL. طيب مدة اختبار TOEFL about 4 hours، يعني لمدة 4 ساعات TOEFL طبعا عشان ده على الانترنت. طب الايلتس about 2 hours and 45 minutes 45 دقيقة، يبقى ساعتين و45 دقيقة. يبقى الامتحان بتاع TOEFL 4 hours، الايلتس 2 hours and 45 minutes.
طيب التوفل عبارة عن multiple choice. Multiple choice questions, reading, listening. الاختبارات بتاعته متعددة، يعني choose بيجيلك أسئلة وبتختار منها، فهو الاختبارات بتاعته choose، اختيار من متعدد. طب الـ IELTS different types of questions, reading or listening. أنواع متعددة أو أنواع مختلفة من الأسئلة في القراءة والاستماع. يبقى التوفل بس متعدد الاختيارات، اختار من متعدد يعني سؤال ويجي لك اختيارات. الايلتس طبعا في different types، انواع مختلفة من الاسئلة، بيتنوع في الاسئلة بتاعته. وهنشوف اكزامبل على التوفل النهاردة، وبعد كده ان شاء الله نبقى نعمل محاضرة الايلتس. طيب التوفل الاكسنت اللهجة بتاعته نورث امريكان، نورث American. يعني اللهجة بتاعته American. اوكي انما الايلتس وايد رينج اوف نيتيف اكسنتس، يعني لهجات متعددة، Australian, American, British, Canadian، كل ديت لهجات. اوكي بس هو في الاخر English، هو في النهاية English. فانت لو اتعلمت الانجليش عموما هتبقى حاجات بسيطة يدوب هتفرق بين الامريكان والبريتش، هتبقى اختلافات بسيطة وهتفهم الامريكان وهتفهم البريتش. طيب التوفل عندنا speaking test involves recording، يعني في السبيكينج هيبقى فيه سماعات هتحطها وهتبدأ تتكلم منك للكمبيوتر. اوكي انما الايلتس speaking test has real examiner، يعني هيبقى شخص قدامك ويبدأ يسألك وانت تبدأ تتكلم. انت لو بتفضل ان انت تتكلم منك للكمبيوتر وما بتحبش حد يسألك فانت هتختار التوفل، انما لو بتحب ان حد يسألك وتتناقش معاه هتختار ايه؟ الايلتس. يبقى التوفل speaking test involves recording، بتسجل الكلام اللي انت هتقول او التوبك اللي هتتكلم عنه بتسجله وبيتحفظ على التست. انما في الايلتس speaking test has real examiner، يعني بيمتحنك شخص حقيقي قدامك. طيب السكور بقى، السكور بتاع التوفل from 0 to 120، من 0 ل 120. وعلشان تبقى عارف الدرجة اللي انت المفروض تحققها طبعا كله ناجح، يعني جبت 24 45 50، كده كله ناجح، ما فيهاش درجة سقوط ولا نجاح. لكن المكان اللي انت محدده ورايح فيه، الجامعة المعينة اللي انت مقدم ليها، محتاجة السكور بتاعك كام، فهي هو ده اللي بيحدد. اوكي فانت لازم تتدرب كويس على الـ preparation for TOEFL علشان خلاص تقدر تجيب السكور المطلوب منك. بعض الجامعات بيطلبوا مثلا 100 سكور، ده درجة 100، فانت لازم تشتغل على نفسك عشان توصل للسكور ده. الايلتس بقى السكورز ار فروم 0 تو 9، من 0 ل 9، من 0 ل 9، وبتتحدد بيتقسم طبعا الدرجات على كل سيكشن، على كل سيكشن reading, listening, speaking and writing. اوكي This is the difference between TOEFL and IELTS. طيب انا عايزين نتكلم عن الايلتس شويه بعد كده هندخل في التوفل. IELTS academic، عندنا الايلتس الاكاديمي. The academic module is for candidates wishing to study to undergraduate or postgraduate levels. زي ما قلت لكم ان انت لو هتقدم، لو هتاخد الاكاديميك ايلتس او ايلتس اكاديميك، لازم انت تبقى مقدم على جامعه معينه هيقبلوك فيها. اذا كنت اندر جرادويت هتدرس في الجامعه، او بوست جرادويت دراسات عليا. اوكي طب فور ذوز سيكينج بروفيشنال ريجستريشن، الناس اللي هم عايزين ياخدوا درجه علميه معينه بياخدوا برضه. 80% of test takers write the academic exam. 80% من الناس اللي بياخدوا الايلتس بياخدوا الاكاديميك، عشان هما بيبقوا رايحين لجامعه معينه او رايحين يدرسوا في جامعه معينه بره مصر. في جامعات برضو في الخليج بتطلب الايلتس درجه معينه من الايلتس عشان يقبلوك تدرس في الجامعه ديت او في المنظمه ديت، this organization. اوكي طيب general IELTS
الجنرال ايلتس زي ما قلت لكم انت تبقى مقدم في مكان معين هيختاروك ليه او للهجره. The general training module is for candidates wishing to immigrate to and work in an English speaking country. حابين ان هم يهاجروا او يعملوا في بلد معينة تتحدث اللغة الانجليزية. Okay, just like Australia, Canada, New Zealand or UK. يبقى بياخدوا الجنرال عشان خاطر يهاجروا لمكان معين يشتغلوا فيه. والمكان اللي هيروحه دوت او البلد المعينه ديت بتبقى طالبه منهم ايلتس جنرال، مش هينفع يروح البلد ديت غير لما يبقوا عارفين اللغه اللي تتحدث بيها البلد ديت، فهم بياخدوا ايلتس جنرال. For those wishing to train or study below a degree level، للناس اللي هي حابه تدرس بس درجه اقل يعني مش في الجامعه. 20% of test takers write the general exam. 20% من الناس بياخدوا الـ IELTS general. Okay. احنا كده اتكلمنا عن الـ IELTS وان شاء الله بعد كده نعمل محاضرة للـ IELTS. طيب قبل ما ندخل في التوفل ونتكلم عنه، طبعا اللي هتكلم عنه النهارده الناشونال توفل اللي هو التوفل الدولي مش المحلي. المحلي for universities or for master degree or for ph degree، بناخده عشان خاطر الماجستير والدكتوراه. فمش هينفع تاخد الماجستير او الدكتوراه غير لما تبقى واخد التوفل. اوكي، لوكال توفل. النهارده هنتكلم عن الناشونال توفل. كمان في انواع تانية، في تيستس معينة زي مثلا يعني احنا بن بن بنحب بن يعني بن احنا في ال في ال في المعهد الدولي للغات والتكنولوجيا بنجهزكم للتيست، مش بتختبر التيست نفسه، بيبقى في preparation for the test، بنعدكم للتيست عشان تبقى داخل التيست عارف ايه هي الاستراتيجيز اللي المفروض ان انت تحل بيها. اوكي، before you take the test، قبل ما تاخد التست طبعا لازم you have to know the strategies، الاستراتيجيات اللي هتحل بيها التست. كمان في المعهد بنقدم كورس التفل. التفل اللي هو اعداد معلمي اللغه الانجليزيه، ان شاء الله هنبقى نعمل محاضره ليه قريب. طيب what's TOEFL؟ TOEFL احنا طبعا بنتكلم عن الناشونال TOEFL، مش هنتكلم النهارده عن اللوكال TOEFL. TOEFL evaluates the ability of an individual to use and understand English in an academic setting. Sometimes it's an admission requirement for non-native English speakers at many English speaking colleges and universities. TOEFL بيقيس او بيقيم القدرة عند الأشخاص إن هم يفهموا ويستخدموا الإنجليش في الأكاديميك سيتنج، زي ما قلت لكم إن الإنترناشونال توفل الناس بتاخد التيست دوت علشان يبقوا يقدموا لأكاديميك، دراسة أكاديمية في جامعة، أوكي؟ جامعات بره مصر أو يدرسوا في الجامعة دي. وطبعا التيست دوت في الغالب يعني بيبقى النون نيتيف إنجلش سبيكرز، للغير متحدثين باللغة الإنجليزية يعني مش السكان الأصليين. طبعا عشان خاطر يقدموا في جامعات أو كليات English speak English، they speak English، اللغة بتاعتهم الإنجليش. Additionally institutions such as government agencies, licensing bodies, businesses or scholarship programs may require this test. في كمان منظمات معينة أو وكالات معينة بتطلب طبعا الانترناشونال توفل. للبيزنس أو السكولرشيب بروجرامز اللي برامج برضو دراسية بتتطلب التست ده وبيبقوا طالبينه. ومنح كتيرة برضو بتبقى محتاجة برامج، طبعا المنح بتبقى بره مصر بيبقوا لازم عشان خاطر تروح المنحة ديت لازم تبقى واخد ذا توفل تيست. You have to pass the TOEFL test. Okay. Test providers. زي ما قلنا كده بالظبط ان
Educational Testing Service اللي هو اللي بينظم التست دوت، اللي هي منظمة اسمها Educational Testing Service، منظمة اللي بتنظم الاختبار دوت. Validity طبعا الكورس، طبعا حد ممكن يسأل انا لو اخدت التوفل تيست، التوفل تيست طب هيفضل معايا لمدة قد ايه؟ مش هيفضل طبعا العمر كله. الفاليديتي بتاعته او المدة الزمنية بتاعته او الصلاحية بتاعته بتستمر فور 2 years، لمدة سنتين، وبعد كده بينتهي ولازم تختبر الاختبار تاني. عشان كده بنقول دايما اللي عايز يختبر توفل لازم يبقى عارف هو رايح فين، يعني خلاص قرر ان هو هيسافر وهيدرس بره مصر، يعرف السكور بتاعت المعينة اللي هيروح يختبر السكور المفروض ان هو يجيبها او المكان دوت او الجامعة دي طالباه، ويحدد هدفه والسكور بتاعه، بعد كده بقى يبدأ يتدرب على التوفل، بعد كده يختبره. لكن انت لو مش هتروح مش مطلوب منك التوفل في حاجة معينة مش هتاخده. هتاخده ليه؟ عشان المدة الزمنية بتاعته الفاليديتي الصلاحية بتاعته فور 2 years. وبرضه الناس اللي بيعملوا ماستر او ديجري او بي اتش ديجري، درجة الماجستير او الدكتوراه، لازم مش يختبروه وبعدين يقعدوا 3 سنين مثلا يحضروا في الرسالة، لا المفروض قبلها يعني ياخدوا الكورس يبقوا متجهزين ليه، لكن لما تيجي تمتحنوا امتحنوا قبلها عشان الفاليديتي بتاعته الصلاحية بتاعته. اوكي؟ A TOEFL score is valid for 2 years. صالح لمدة سنتين. And then will no longer be officially reported since a candidate's language proficiency could have significantly changed since the date of the test. Colleges and universities usually consider only the most recent TOEFL score. يبقى زي ما قلنا ال validity بتاعته الصلاحية بتاعته بتبقى صالحة لمدة سنتين من تاريخ الاختبار. Okay, now we have to know the sections of TOEFL IBT test. Sections اللي هي المهارات المفروض ان انت تبقى الموجودة او الاستراتيجيز او الحاجات المفروض ان انت هتختبرها في التوفل. والأقسام بتاعته اللي هو reading section, listening section، وبعد كده بيبقى فيه 10 minutes break في النص، speaking section and writing section. يبقى reading اللي هو comprehension قطعة القراءة، والlistening المفروض ان انت هتسمع، وبعد كده بيبقى فيه 10 minutes طبعا عشان التست for hours 4 ساعات، فدي مدة كبيرة، فبيخلوا 10 minutes break في النص، بعد كده بتكمل التست. لو مش حابب تاخد ال 10 minutes break عادي it's okay you can complete، ممكن تكمل على طول، بس يفضل يعني ان انت تاخد ال 10 minutes break عشان يبقى فيه فاصل وتبدأ تركز في اللي جاي بعده، عشان ال speaking و writing يعني بيحتاج مجهود اكتر. اوكي ال speaking section and the writing section. ال speaking اللي هو التحدث to speak، بيبقى التحدث زي ما قلت لكم ان ال IBT بيبقى على الكمبيوتر، فانت بيطلب منك موضوع معين تتكلم فيه وبتسجل الصوت بتاعك وبعد كده تبدا تاخد التست. الرايتنج سيكشن يبقى طبعا دي بقى انا قلت لكم ان انتوا لو حابين التوفل بتحب ان انت بتعرف تكتب كويس على الكمبيوتر وسريع في الكتابه فانت تختار التوفل، لو مش سريع في الكتابه فانت ساعتها تختار الايلتس. Okay, we'll start with the reading section. Reading section اللي هو قسم الـ reading. This section tests your ability to understand reading passages like those of in college textbooks. And it consists of 3 long passages, each is about 700 words in length. After each passage, you'll answer 12 to 14 questions. قسم reading القراءة بيقيس قدرتك ان انت تفهم ال reading passages القطع بتاعت القراءة. ليه؟ عشان انت لما تروح تدرس بره هيبقى فيه طبعا قطع قراءة كتير وهتدرسها، فانت المفروض تبقى قادر ان انت تفهم ال قطع القراءة comprehension او قطعة الفهم ديت لمدة معينة،
يعني ما تاخدش وقت منك ان انت ايه تفهمها. وبتتكون من ثلاث باسجز، ثلاث قطع لونج طبعا طويلة، حوالي 700 كلمة، حوالي 700 كلمة في كل قطعة. after each passage، بعد كل باسج هيبقى عندك من 12 ل 14 سؤال. 60 minutes is provided to read and answer all the passages and questions. Most questions worth 1 point, but the last ones usually worth more than 1 point. 60 دقيقة، 60 دقيقة مدة اختبار reading. 60 دقيقة علشان تقرأ وتجاوب ال passage، القطعة اللي موجودة قدامك وال questions. يعني المفروض ان انت لما تعمل preparation للتوفل تحسب الوقت بتاعك، المفروض ان انت تحسب وتعرف الوقت المعين اللي بتاخده في حل الباسج ده، وهو ده اللي بنعمله في البريبريشن كورس، في كورس الاعداد للتوفل. most questions worth 1 point، يعني معظم الاسئله بتبقى عليها نقطه واحده، كل واحد عليه نقطه. طبعا اخر اسئله بتبقى اكتر من نقطه. طب this is a sample، ده نموذج للريدنج تيست، بيبقى قدامكم الصفحة دي كده، دي صفحة من التيست. عندكم هنا التايم، موجود عندكم هنا التايمر. موجود عندكم هنا التايمر اللي انت لازم تبقى واخد بالك منه كويس قوي، يعني ما تقعدش تسرح قوي في القرايه. وطبعا لازم عشان تعدي ريدنج سيكشن لازم انت تبقى فاست ريدر، فاست ريدر، اند يو هاف تو هاف تو دي ابيليتي تو كومبريهنشن، الفهم، لازم تبقى فاهم كويس قوي اللي انت بتقراه بسرعه، بتقرا بسرعه. حتى لو هتعمل سكيبنج لبعض الكلمات او بعض الكلمات اللي انت مش فاهمها، of course you'll have a difficult words that you don't know، كلمات انت مش عارفها، فالمهم ان انت تفهم in general عموما. فعندنا هنا time والquestion بيبقى هنا on the left، الجانب على الشمال، وبتختار the choices. عندنا هنا الـ question وعندنا هنا الـ multiple choice options، الاختيارات. اوكي، وهنتكلم ان شاء الله النهارده كده يعني عن حاجة بسيطة reading. This section tests your ability to understand spoken English that is typical of interactions and academic speech on college campuses. During the test, you will respond to conversations and lectures. After each listening passage, you'll answer 5 to 6 questions about it. You have 25 to 30 minutes to answer the questions. الـ section بتاع listening، قسم الـ listening، بيقيس قدرتك إن أنت تفهم الـ spoken English، الانجليش اللي بيتحدثوا بيها. يعني انت لما لو سمعت حد بيتكلم انجليش تبقى فاهمه، لان انت طبعا لو رحت جامعه امريكان كوليدج او يونيفرسيتي، الكلام كله هيبقى بالانجليش. حتى الناس اللي موجودين معاك مثلا في الكافيتيريا هيتكلموا انجليش، الستودنتس هيتكلموا معاك انجليش، فانت لازم تبقى الليسننج بتاعك كويس، انت لما تسمع حد تفهمه. طبعا دي موجوده في الكولجز، الكامبسز، في الجامعه. المفروض ان انت طبعا لما حد يكلمك هترد عليه ازاي؟ لازم تبقى عندك the listening ability، ان انت تقدر تسمع كويس وتفهم الكلام اللي بيقوله. عشان كده التست دوت بيقيس قدرتك على فهم اللغه الانجليزيه، لما تسمع حد فهمته او ما فهمتهوش. طبعا after each listening passage، بعد كل passage بتسمعه هتجاوب على من 5 لـ 6 أسئلة. You have 25 or 30 minutes، لمدة من 25 لـ 30 دقيقة.
عشان تجاوب الأسئلة دي. This is a sample. طبعا هو بيظهر لك كده، بعد كده بيبدأ يتكلم. At the end of the session I'm gonna show you a real test. في نهاية السيشن كده هوضح لكم اختبار حي. Okay, the speaking. The speaking اللي هو التحدث. طبعا يبقى احنا خلصنا reading. After that the listening. After that the speaking. The speaking اللي هو التحدث. This section tests your ability to communicate in English in an academic setting. During the test, you will be presented with 60 speaking questions, including conversation, a talk, or a lecture. You can take notes as you listen. Some of the questions ask for response to a reading passage and talk or a lecture. The reading passages and the questions are written. طبعا السكشن بتاع السبيكينج التحدث بيقيس قدرتك ان انت تتواصل مع الانجليش بيبول. لما تيجي لما تروح جامعه برضه بره مصر او تشتغل في مكان بره مصر، طبعا with English speaking ناس بيتحدثوا اللغه الانجليزيه، لازم ان انت تبقى عندك القدره على التواصل، يعني speaking قدره على التحدث. عشان كده السكشن ده بيقيس قدرتك على التحدث. قدرت تعدي السكشن دوت فانت مؤهل ان انت تسافر البلد ديت او تدرس في الجامعه دي. في خلال التست دوت بيقدم لك ست اسئله speaking بتشمل ايه؟ conversation محادثه، او talk محاضره، او تحدث بين شخصين. وطبعا كل speaking هيبقى ايه؟ academic. طبعا عشان انت مقدم على حاجه اكاديميه فلازم كل السبيكينج بتبقى أكاديميك. يعني مثلا هيبقى بروفيسور and his student أو تيوتر، بيبقى بروفيسور بيتكلم مع الستودنت بتاعه، أو two students talk about something at the campus، طالبين بيتحدثوا عن حاجة معينة في الجامعة أو في الحرم الجامعي. الكويشنز هتبقى like that. طبعا ان انت وانت بتسمع السبيكينج مدينك الفرصه ان انت تاخد نوتس، يعني ممكن يبقى معاك ورقه وتبدا تاخد فيها نوتس، يعني ده متاح ليك في خلال الاستماع بتاعك when you listen. بعض الاسئله بتسالك عن الاجابه، ان انت مثلا تسمع حاجه يقول لك رد على اللي انت سمعته دوت، او مثلا يبقى عندك reading passage. وطبعا يبقى لازم يبقى عندك مهاره الريدنج ان انت تعرف تقرا بسرعه وتفهم بسرعه عشان خاطر تعرف ترد على الكلام اللي انت شفته دوت. او توك حديث مثلا بين شخصين، او محاضره هتتذاع قدامك، فانت تعرف تقدر بيقيس قدرتك على فهم المحاضره ديت. وبعد كده تبدا بقى انت تعمل كومنتس عليها، تبدا تعلق عليها وتقول ايه اللي حصل في المحاضره ديت. طبعا ان reading passage دوت بيبقى مكتوب. طبعا احنا لسه في speaking. بيقول لك question 1 and 2 asks you to speak about personal experience, general topic, preference between two opinions. طبعا question 1 و 2 question الاول والثاني بيسألك ان انت تتحدث عن مثلا خبرة شخصية general topic موضوع عام، preference between two opinions. preference يعني بيبقى فيه جدال على رأيين، بيبقى يتناقشوا على رأي معين أو على موضوع معين، يبقى فيه جدال على إيه؟ على رأيين. questions 3 and 4 questions 3 and 4 prompted you to read a text and then listen to a short talk. You have to use and combine the information from both of the text and the talk to complete your answer. Okay, we were talking about speaking section, قسم التحدث. The questions 1 and 2 asks you to speak about personal experience, general topic, preference between two opinions.
قلنا ان السؤال الاول والثاني بيسالك انت تتحدث عن خبره شخصيه او موضوع عام تبدا تتكلم عنه، هتسجل وتدوس اوكي بعد ما تخلص كلام، او بيديك وقت معين انت تتكلم فيه وبيخلص الوقت ده. وبيبقى كمان يعني ان انت تعلق على رايين. اوكي، question 3 and 4 prompt you to read a text and then listen to a short talk. You have to use and combine the information from both the text and the talk to complete your answer. The question 3 and 4 سؤال الثالث والرابع بيأهلك ان انت بتقرا يعني تكست، بتقرا تكست بعد كده بتسمع يعني محادثة كده قصيرة، وانت لازم تستخدم المعلومات الموجودة في المحادثة ديت، يعني تتكلم عن المعلومات اللي اتعرضت قدامك في المحادثة ديت وتتكلم عنه في الإجابة بتاعتك. Question 4 and 6 requires to listen to part of the conversation or lecture. You must then answer a question about 20 seconds to prepare and 60 seconds to answer. السؤال الخامس والسادس بيتطلب منك ان انت تسمع لجزء معين من محادثة او محاضرة، وان انت لازم تجاوب عنها، لازم تجاوب عن المحاضرة ديت او الكونفرسيشن اللي انت سمعتها، او تقول كان بيحصل، او يديلك سؤال مثلا تجاوب عنه، كان بيحصل ايه في المحاضرة ديت، حصل ايه في الكونفرسيشن ديت، تبدأ تعمل كومنتس وتتكلم عنه. 20 ثانية علشان تجهز نفسك، 20 ثانية تجهز نفسك فيها كده وتبدأ يعني تجهز أفكارك، وستين ثانية تتكلم فيها. So you have to be a fast speaker. A fast speaker لازم تبقى تتكلم ايه بسرعة. اوكي، وطبعا fluency لازم يبقى عندك الطلاقة انك تتكلم. Okay, this is the speaking section, just like this. Evaluation, التقييم بتاع speaking. Your speaking will be evaluated on both fluency of the language and accuracy of the content. يعني بيقيس الفلونس بتاعتك، الطلاقة بتاعتك في التحدث باللغة الإنجليزية، وكلامك في accuracy إن أنت بتتحدث بخصوص الموضوع ولا لا، ولا في موضوع غيره، بتتحدث كانت موضوع التوبيك اللي هو اتعرض لك ولا طلعت بره الموضوع. The time for a speaking section is about 20 minutes including preparation time and speaking time. الوقت بتاع التحدث بتاع السبيكينج بيبقى حوالي 20 دقيقة including preparing time and speaking time، بيشمل التحضير للإجابة والوقت التحدث. فاحنا 20 minutes 20 minutes لازم نخلص فيها الـ speaking section. This is a sample، نموذج للتست بتاع الـ speaking. Sample of the speaking section. طب هنا بيقول لنا ايه؟ Explain how birthdays are celebrated in your country. اشرح لنا أعياد الميلاد بتحتفل بيها ازاي في بلدك. Use specific examples and details in your explanation. هتستخدم أمثلة معينة وتفاصيل في شرحك للبيرثدايز. ازاي الناس بيحتفل بالبيرثدايز in your country. وطبعا بيديلك البريبريشن تايم 5 seconds، جهز نفسك لمدة 15 ثانية أفكارك بسرعة تجهزها. بعد كده تبدأ تسجل. Recording time 24 seconds 45 ثانية تسجل فيها. Some students would rather write a paper than take a test. في ناس بتحب إن هي تكتب في الورقة أحسن من إن هي تاخد than take a test، إن هي تاخد تيست، يعني إن هي بتحب تكتب أكتر يعني. Other students would rather take a test instead of writing a paper. في ناس بتحب ان هي تاخد الاختبار بدل من ان هي تكتب في ورقة. Which opinion do you prefer and why؟
أي رأي بتحبه أو بتفضله وتقولي why، لماذا. Use specific reasons، استخدم إجابات معينة أو محددة أو أسباب محددة. لازم تحدد الأسباب اللي هتتكلم عنها. An examples، أمثلة to support your opinion، لازم تستخدم أمثلة عشان توضح أو عشان تدعم رأيك. وبيقول لك recording time 24 seconds، يبقى أول questions 15 seconds بتاع preparation، وبعد كده بقى ال recording time for the second question، السؤال الثاني 24 seconds 45 ثانية. Question 3 reading time، بيقول لك الوقت اللي انت هتقرا فيه 40 seconds، so you have to be a faster reader، لازم تبقى fast reader، لازم تبقى قرايتك بسرعة. And you have to have the ability of the understanding the topic fastly، انت تفهمه بسرعة وتفهم المضمون عموما، مش هنقرا حتة حتة طبعا، هنقرا الموضوع عموما in 40 seconds. اوكي. وفي البريبريشن، في التدريب على كورس التوفل، بندربكم على ان انت لما تشوف توبيك معين او باراجراف او باسج معين، ان انت تعرف ازاي تفهم المضمون عموما وتفهم المضمون هنا، يعني بغض النظر عن الكلمات اللي موجوده عندك اذا كنت فاهمها او مش فاهمها، تفهم العموم بيتكلم عن ايه الباسج، وبعد كده تبدا تتكلم. Okay, the fourth section is the writing section. قسم الكتابة، إن أنت تكتب. وطبعا قلت لكم in the writing section you have to have the ability to write essays in English to those that would write in college courses. إن أنت لازم يبقى عندك القدرة إن أنت تكتب essays بس على الكمبيوتر، on the computer. Okay، يبقى أنت لازم تتدرب كتير على الكتابة and fast writing، إن أنت تكتب بسرعة على الكيبورد عشان تعرف تعدي writing section. وتلك الناس اللي مش بتحب تكتب على الكمبيوتر ممكن تختبر اختبار الايلتس، ويعني عموما بيبقى يعني في جامعات او اماكن يعني طالبه الايلتس والتوفل، فانت لو بتحب يعني choose the one that you prefer، اللي انت بتفضله. This section tests your ability to write essays in English to those that would try it in college courses. السكشن بتاع الرايتنج دوت بيقيس قدرتك ان انت تعرف تكتب ايسيز مقالات بالانجلش ولا لا، طبعا عشان الدراسه بتاعتك هتبقى كلها بالانجلش، فانت تعرف تكتب مقالات بالانجلش ولا مش بتعرف، وطبعا عشان دراستك هتبقى في الجامعه. During the test you write two essays، في خلال التست دوت هتكتب نوعين من الايسيز، هتكتب مقالين. Integrated essay it asks for your response to an academic reading passage and a lecture on the same topic. You may take notes as you read and listen. Next, the lecture will be spoken. The directions will be written through. You have 20 minutes to plan. Okay, عندك 20 دقيقة إن أنت تكتب أو تخطط للكتابة. 20 minutes. Write and revise your response. هتكتب وتراجع إجاباتك. 150 to 2,500 words. من 150 ل 225 كلمة. يبقى الإيسي بيسألك عن إجاباتك لأكاديميك ريدنج، يعني هيجيب لك قطعة باسج ريدنج وأنت هترد على الريدنج إزاي، أو فهمت إيه في المضمون بتاعها، وتبدا تكتب عن المحاضره ديت او الباسج اللي هو هيجيبه لك. ويقول لك ان انت ممكن تاخد نوتس عادي، اتس اوكي ان انت تاخد كده ملاحظات او تكتب كده نوتس محدده ان انت تكتب عن الموضوع ده في كذا وكذا وكذا عشان ما تنساش. As you read and listen، طبعا تاني باسج هيبقى سبوكن، حد بيتكلم قدامك وانت تبدا تتكلم عن الموضوع اللي هو هيجيبه لك ده، وانت هتكتب من 150 ل 225 كلمة.
السامبل عندنا هنا نموذج للكويستشن، عندنا reading time والدايركشنز التعليمات اللي انت هتاخدها. يقول لك you have 20 minutes to plan، عندك 20 دقيقة ان انت تبدأ كده تقرا وتخطط انت هتكتب عن ايه. the computer think، الموضوع عندنا عن الكمبيوترز، هل الكمبيوتر بتفكر؟ it isn't new questions in fact، تبدأ تقرا الموضوع عموما وتبدأ تجهز افكارك علشان تكتب عنه. And this is a sample of writing section 1. ده نموذج للرايتنج سيكشن. عندنا البروفيسور بيتكلم with his students. بروفيسور جون بيقول لهم، بيتكلموا عن حاجة معينة في محاضرة، فانت المفروض تفهم in general، تفهم الموضوع اللي هما بيتكلموا عنه وتكتب فيه. And this is a sample question also. هتقرا عن حاجة معينة هي على جنب وتبدأ تكتب في الجنب التاني. And writing section 2. The interdependent essay usually asks for your opinion about a familiar topic. You'll have 30 minutes to plan, write, and revise your response 300 to 350 words. من 300 ل 350 كلمة. ال writing section الثاني، يعني السؤال الثاني من writing بيطلب منك إن أنت تكتب essay، مقال عن رأيك في موضوع معين، وقدامك 30 دقيقة علشان تخطط وتكتب تكتب في الطبق المعين دوت او الاسي دوت. write and revise، تكتب وتراجع في 30 دقيقة. فانت لازم تعود نفسك على الكتابة in the preparation course، واللي هتكتب من 300 ل 350 كلمة. and this is a writing section 2 sample. كاتب لك الدايركشنز هنا من فوق، هيسألك عن رأيك في موضوع معين. والquestion عندنا هنا read and think about the following statements، اقرا وفكر عن فكر عن الجمل اللي انا هكتبها لك دلوقتي اللي كاتبينها. pets should be treated like family members، ان الحيوانات الاليفه لازم نعملها على اساس ان هي family members، اعضاء في العائله. do you agree or disagree، انت موافق ولا مش موافق؟ هو ده الطبق اللي انت هتتكلم عنه وتكتب عنه. تجهز افكارك وتجهز اجابتك وكتابتك كل دوت في 30 دقيقه 30 minutes. وطبعا لازم تكتب من 300 ل 350 كلمه. give reasons to support your opinion، لو انت agree، لو انت موافق يبقى لازم تكتب reasons to support your opinion، وانت لازم تلتزم بالسؤال اللي هو جايبه لك، ما تطلعش بره الموضوع. طيب عندنا بقى السكورز. السكورز في التوفل، the skill of reading، السكيل المهارات عندنا في التوفل قلنا reading listening speaking and writing. جزء اللي هو reading section من 0 ل 30 from 0 to 30 السكور بتاعه من 30. انت لو جبت from 0 to 14، لو جبت من 0 ل 14 يبقى انت كده مستواك low، منخفض. لو جبت من 15 to 21 so your level is intermediate، متوسط. from 22 to 30 your level is high. okay، يبقى احنا نركز على high level. okay، ان احنا نوصل للhigh level with training and practicing and preparing yourself well، ان انت تجهز نفسك كويس للتوفل IBT. طبعا هتقدر ان شاء الله تجيب الهاي ليفل. وطبعا في المعهد بنأهلك ان انت يبقى عندك، طبعا انت تقدر تتخطى كل السكيلز ديت reading listening speaking and writing. listening from 0 to 30 ده السكور بتاعه برضه 30 من 30.
وهو هو برضو نفس الموضوع بتاع الـ reading the levels، المستويات برضو هي هي بتاعت ايه reading. الـ speaking from 0 to 30 score skill من 30 برضو، بس الـ speaking في 4 levels، 4 مستويات. weak لو انت ضعيف في الـ speaking from 0 to 9. limited يعني الكلام بتاعك محدد، يعني اكتر من الضعيف بشوية from 10 to 17. انما لو الـ speaking بتاعك fair طبعا واضح اكتر from 80 to 25 الدرجة بتاعتك. if your speaking is good طبعا مفيش اكتر من good، عشان non-native speaker non-native speaker اللي غير متحدث باللغة بيبقى اخر حاجة عنده good from 26 to 30، ودي اعلى حاجة المفروض الواحد يجيبها. The writing الكتابة طبعا ال writing قلنا بيبقى فيه two passages أو two topics إن إحنا نكتب فيهم from 0 to 30 score scale، طبعا من 30 الدرجة بتاعته. عندنا three levels limited fair and good. limited إذا كانت الكتابة بتاعتك مش قوي فبتبقى من 1 to 16، fair from 17 to 23، good بقى لو الكتابة بتاعتك good from 24 to 30. والتوتال سكور قلنا في بداية المحاضرة ان هي from 0 to 120. وبكده احنا نكون خلصنا الكلام عن التوفل اي بي تي. التوفل اي بي تي ان our national TOEFL or internet based test اللي هو بيعتمد على الكمبيوتر. واتكلمنا في بداية المحاضرة عن the difference between TOEFL and IELTS. TOEFL واتكلمنا ايه هو TOEFL IBT and TOEFL PBT or ITP. ITP اللي هو اللوكل اللي احنا بناخده للماستر ديجري او PhD، والTOEFL IBT لو انت هتسافر مقدم على كلية برا او جامعة برا، هو هتشتغل في مكان معين طالب منك التوفل، هتاخد انترنت بيز تيست اللي بيعتمد على الكمبيوتر. واتكلمنا عن الديفرنس بين ايلتس اكاديميك اند جنرال. لو في مكان طالب منك توفل او ايلتس اتس اب تو يو، على حسب قدراتك هتبدا. وطبعا عرفنا انت تحدد على ايه قدراتك اذا كنت ممكن تاخد التوفل او الايلتس. إذا كنت بتعرف تكتب على الكمبيوتر كويس فأنت هتاخد التوفل، لو بتحب إن أنت تكتب ورقي فأنت هتختار الآيلتس. وطبعا في المعهد بنقدم لكم preparation for the TOEFL test، إعداد لكورس التوفل إذا كان local or international، local محلي أو دولي. and for the IELTS test preparation just preparation يعني إعداد للاختبار. الاختبار اللي بتمتحنه الايلتس بيبقى في البريتش كونسل، في القنصلية البريطانية، فطبعا مش موجود الاختبار في أي مكان. فأنت بتدخل على النت وتسأل على أماكن الاختبارات في الايلتس معروفة. في التوفل الاي بي تي بتشوف أقرب مركز ليك وتشوف الاختبار بتاعه. أوكي؟ هناخد كده sample test of the TOEFL. TOEFL reading. ازاي تعرف انت السبيد بتاع الريدنج بتاعتك، تقدر تدخل التوفل ولا ما تقدرش؟ عشان مش اي حد خلاص يعني عارف شويه انجلش سوري يعني لازم يبقى في ليفل معين عشان خاطر تاخد كورس التوفل او الايلتس. فانت لازم يبقى عندك يعني سبيد ريدنج عشان خاطر تعرف تدخل كورس التوفل او الايلتس. لازم تبقى معدي ليفل معين بيتعمل لك تيست قبل ما تدخل التوفل او الايلتس، عشان يبقى في ليفل معين عشان تقدر تدرس التوفل او الايلتس. انما انت لو عايز تتعلم جنرال انجلش اتس اوكي، لان التوفل مش هو التوب في الانجليزي زي ما قلنا. التوفل ده تيست عشان خاطر حاجه معينه، انا باخد التيست دوت زي الار سي دي ال كده، انا باخد الار سي دي ال عشان خاطر اقدم بيها في مكان معين. التوفل برضه زيها بالظبط، انا هاخد البريبريشن كورس او انا اختبر اختبار التوفل ليه؟ عشان لازم يبقى في حاجه معينه في مخي.
اقدم في جامعه بره، اقدم على شغل بره، اقدم على هجره، هاخد التوتل او الايلتس. لو مفيش اي حاجه من مخك يبقى انت ادرس جنرال انجلش، اهل نفسك، اهل نفسك لاختبار التوتل، اهل نفسك لاختبار الايلتس. لو جالك شغل بره، لو جالك منحه بره، تبقى جاهز ان انت تبقى تعد نفسك للتوفل او الايلتس. وطبعا لما بندرس بندرس اول حاجه الاستراتيجيز. وقبل ما تدخل على كورس التوفل او الايلتس لازم تقيس مهاره الريدنج عندك. يا ترى طبعا كل التست بيعتمد على الريدنج، زي ما انت شفت كده في التست اللي احنا شفناه ان الريدنج اهم حاجه جايه لك في السبيكينج، جايه في الليسننج، جايه في الريدنج، جايه في الرايتنج. لازم يبقى عندك سبيد ريدنج. فقبل ما تدخل كورس التوفل او تاخد البريبريشن كورس فور توفل او ايلتس، تعد نفسك للتوفل او الايلتس، تقيس مهارتك الاول في ريدنج. We have 10 words per minute. يعني هنفتح الفيديو ده. يا ترى انت بتعرف تقرا كام؟ تعرف تقرا الباسج ده، تعرف تقرا قد ايه؟ 10 words per minute. لو تعرف تقرا الباسج دوت وتفهمه في دقيقة، طبعا عشان الباسج بيبقى كبير قوي فاحنا هنقسم الوقت بتاعه. لو تقدر تقرا الباسج دوت وتفهمه في مدة دقيقة يبقى انت مؤهل فعلا ان انت تدخل البريبريشن فور توفل. لو ما تقدرش ان انت تفهم وتستوعب الريدنج اللي قدامك ديت وتبقى سبيد ريدنج كمان، انت لازم تقرا بسرعه، فانت محتاج ان انت تاخد جنرال انجلش بريبريشن فور توفل اور ايلتس، ان انت تتعلم الاول الانجلش عموما وتاخد السكيلز، وده اللي بندرسه في الليفلز. لازم تبقى معدي ليفل 7، لازم تبقى معدي ليفل 7 عشان تقدر تدخل كورس التوفل او الايلتس، ويتعمل لك تيست قبلها. انت قادر ان انت to speak, you can speak, you can write, you can read speedily or quickly, and you have the ability to listen. لازم يبقى عندك برضه القدرة إن أنت تسمع وتفهم. I think when you reach level 7 أو لما توصل لليفل 7 or 8 هيبقى عندك القدرات ديت، لأن الليفلز عندنا بتعتمد على listening, speaking, writing, and reading. بتنمي المهارات دي كلها، all the skills، كل السكيلز دي بتنميها. فلما توصل لليفل معين لازم طبعا ساعتها بقى تبقى ايه، انت مؤهل لكورس التوفل او الايلتس. انا هشغله كده وانتوا شوفوا نفسكم وقيسوا نفسكم يعني بنفسكم. لو قدرتوا تفهموا الريدنج باسج اللي قدامكم دوت في دقيقه 10 words 100 كلمة تفهمها في دقيقة، يبقى أنت فعلا مؤهل لكورس التوفل. طبعا مفيش صوت عشان أنت بس هتقرا، والفيديو عندك لمدة دقيقة. إذا كنت حاضر معانا السيشن أو هتشوف الفيديو بعد كده، قيس مهارتك. شوف أنت عرفت تقرا الباسج دوت وفهمته اللي متكون من 100 كلمة 100 words في دقيقة، يبقى انت مؤهل ان انت تدخل كورس التوفل. جرب كده مع نفسك، وبعد كده بعد ما تقرا الريدنج دوت after reading this passage you will have questions. قريته وفهمته وعايز تجاوب على الكويستشنز اللي انا هعرضها بعد ما تخلص، بعد ما نقرا after reading، يبقى انت مؤهل لكورس التوفل. لو ما فهمتهوش يبقى انت محتاج تنمي the reading skills، محتاج تنمي مهارة reading عندك. Here are the questions، الأسئلة. With what topic is the passage primary concerned؟ الباسج بيتكلم عن ايه؟ A foundation father of the US, American diplomats in Europe, the Declaration of Independence, historic US presence. طبعا الانسر عندنا طبعا قبل ما اول حاجه تقرا reading read the passage in 1 minute،
بعد كده تبدأ بقى تجاوب الأسئلة. شوف أنت هتجاوب إيه وهتلاقي الأنسر عندك موجودة. أوكي؟ تبدأ تقرأ الأسئلة وتشوف أنت جاوبت صح ولا غلط. أوكي؟ These are the questions. اللي حابب اللينك ممكن احطه له بتاع الكويتشن دوت ذا ريدنج كويتشن، تبدا تقيس مهارتك في ريدنج. اوكي سو وير فينيش توداي فور اور توفل سيشن. محاضره التوفل النهارده كانت عباره عن كانت عباره عن تقديم للتوفل، هاو واتس توفل and what's IELTS and the tests that you can take. التست اللي انت تاخدها علشان تسافر بره او عشان تدرس في جامعه بره. TOEFL IELTS، اتكلمنا عن local TOEFL and national TOEFL، internet based test TOEFL and the two types of IELTS academic and general. And goodbye and see you in another time. Anyone has any questions? عندكم أي أسئلة؟ Do you have any questions? لو أي حد عنده سؤال he can ask me. الموقع قدامكم أهو، ممكن تجيبوه تختبروا نفسكم TOEFL speed reading test، تختبروا نفسكم في reading. Okay؟ onlinetoeflcourse.com. You can test yourself، اختبر نفسك بنفسك وتشوف مهارتك في التوفل. In the speed reading، تقدر تقرا بسرعة ولا لا؟ لو قلت نفسك مش عارف تعدي التست دوت، يبقى انت محتاج ان انت تقرا كتير، تفهم كتير، you have to know a lot of vocabulary قبل ما تدخل التست. Any questions؟ أي حد عنده أسئلة؟ Okay. Goodbye and see you in another session.